يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل فعل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في إنكار مسألة خلق القرآن على السلطان، نعم، هل عمل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في إنكاره في مسألة خلق القرآن على السلطان وما تعرض له، هل فعله هذا؟ الإمام أحمد هو الذي ابتلي، هو الذي ابتلي، يبي يلزمونه يقول بخلق القرآن، يبي يلزمونه بخلق القرآن، امتنع أن يقول هذا رحمه الله، هم اللي ابتلوه عذبوه وما تعرض لهم، هم اللي ابتلوه بهذا، يريدون أن يجبروه على القول بخلق القرآن، امتنع رحمه الله. نعم.